السيد الجمهوريه. الاجتماع خصص لتقييم الاضرار الناجمه عن الفيضانات التي مست مؤخرا بعض الولايات وعروضا منها مدى تقدم المشاريع المنجميه المهيكله في شقها الصناعي توفر الادويه على مستوى المؤسسات العموميه للصحه وتوظيف حاملي شهاده الدكتوراه. إذا وكما تتابعون في هذه الصور تراس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه القيد الاعلى للقوات المسلحه وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء